نتائج إيجابية حققها القطاع العقاري على مستوى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ضخت البنوك والمؤسسات الوطنية تمويلات تؤكد على حجم الثقة التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي، وهو ما يتزامن مع اقتراب الحدث العالمي إكسبو 2020. المزيد في تقرير عبد العزيز البادي. هو ركيزة من ركائز اقتصاد دبي ومؤشر على تطورها المتسارع كما وكيف. الحديث عن القطاع العقاري الذي بات حديث العالم وقبلة للمستثمرين من مختلف أنحاء المعمورة في ظل ما بات يوفره من بيئة استثمارية خصبة. آخر البيانات التي تناولت وضع القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي بدبي أظهرت قفزة نوعية في أداء القطاع، حيث أشارت الأرقام إلى أن سوق الرهن العقاري سجل أكثر من 70 مليار درهم مقارنة ب 31 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعني نموا بحوالي 132%، حيث أبرم ملاك عقارات أكثر من 10,800 صفقة رهن في مختلف مناطق الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بحوالي 5,400 صفقة رهن خلال الفترة ذاتها من العام 2020. هذه المعطيات تأتي في الوقت الذي يرجح فيه الكثير من المراقبين استمرار الزخم واستقطاب التمويلات تجاه القطاع العقاري بالإمارة خلال العام الجاري والعام القادم، حيث تمكنت عقارات دبي من استعادة بريقها الذي تأثر عشية الجائحة التي ضربت العالم بداية العام 2020 وكسرت القيود التي فرضتها البنوك والمصارف، ونجحت في جذب عشرات المستثمرين الجدد واستعادة مستثمرين واستقطاب آخرين أبرموا مئات الصفقات الساخنة التي كانت بيوتات المال تراقبها عن كثب. عروض التمويل العقاري السكني من البنوك وشركات التمويل كانت قد لامست أسعارا غير مسبوقة على مستوى الفائدة لتصل مستوياتها عند 2% مع تثبيتها فترات متفاوتة تصل إلى 7 أعوام وفق اشتراطات معينة. يقول المراقبون أيضا بأن الأسعار وصلت لمستويات مغرية، وهو ما سرع من عجلة القطاع العقاري ليحقق أرقاما إيجابية بشكل واضح، خاصة مع اقتراب الحدث العالمي إكسبو 2020.